بالظبط، دي نقطة كويسة جدا. الاتاتشمنت او التعلق هو الامتلاك. ازاي بقى تعرف انت اصلا عندك مشكلة الامتلاك دي؟ ان انت تلاقي ان انت نفرض يعني بتحب حاجة ومعرفتش تاخدها، تبتدي بعد كده تشتم فيها او تشوفها سودة، بعد ما كنت انت في يوم بقى يعني بتحلم بيها، اذا كانت ساعة بقى ولا عربية ولا بتاع، وعارف ان هيجيلك فلوس هتشتريها، او ممكن تكون انسانة بتحبها وبعد كده راح اتجوزت حد تاني، دي بنت مش عارف ايه، دي بنت مش عارف ايه، دي يعني انا عارف من الاول الاشكال دي. وبرضو العكس صحيح هنا، ده بالتأكيد مش لاف، ده هنا اتاتشمنت، وده اصلا عمره ما كان هيحقق للشخص السعادة. حتى لو كان هو اتجوزها عمره ما كان هيبقى يعرف يكون سعيد معها، ولا هو كان هيعرف يخليها سعيدة، ولا هي كانت هتعرف تخليه سعيد. ودي من الحاجات اللي لازم تخلص منها على فكرة، لان دي single point failure، دي هي دي اصلا الحاجات اللي بتجرك وراها من غير ما تشوف ومن غير ما تفهم ومن غير ما تدرك اصلا انت، اللي هي الفتن، عارفين نقدر نسميها الفتن. الفتن يعني ممكن انسان يلاقي في حياته في حاجات فيها بيفتن بيها، ممكن انسان يفتن بانسان، ممكن انسان يفتن بكلمه، ممكن انسان يفتن بفيلم، ممكن انسان يفتن بعربيه، ممكن انسان يفتن بموبايل، فاهم؟ ويكتئب، يعني يبتدي يكتئب ويعذب نفسه ويعاقب نفسه عشان موبايل مثلا او عشان حاجه. ماشي، هنا ده indication مفيش سيلف لوف، وهنا مفيش سمبلستي، هنا في كومبلكستي، هنا في كومبلكستي في التفكير. انا عشان اوصل للسمبلستي لازم احدد الحاجات الاساسيه الاسينشلز اللي انا فعلا مهمه بالنسبه لي، اللي انا بحبها، اللي هي انا فيها وهي فيا، اللي هي الحاجات الاساسيه لحياتي، مش الاتاتشمنتس. ولازم ابقى عندي القدره ان انا افرق ما بين نزعتي للامتلاك وبين الاتاتشمنتس. ربنا خلق كل شيء حر، يعني قصدي كل شيء حر، كل شيء عنده وعي، كل شيء لي وعي من الكونشسنس. حتى الالم على فكره الالم عنده حريه، انا ما اقدرش احكم على الالم ايه الفايبريشنز اللي بيطلعها، ليه بيطلع فايبريشنز على الاقل فايبريشن، واللون اللي بيطلعه ده هو اللي بيطلعه، انا ما اقدرش اقول له طلع اخضر، اقول له احكم عليه يطلع اخضر، هو بنفسجي يعني. في 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 ليفل من الحريه في الكون ربنا حطه، في كل شيء هتلاقي فيه حريه، حتى في الذرات بتاعته ما اقدرش اغير فيها الا لو انا جبت حاجه تانية تغير فيها، اللي هي برضو هتلاقي بتتحرك بمبدا الحريه ومبدا البساطه ومبدا البساطه الفكريه. فالبساطه الفكريه بتبدا من القلب، ان انا ابتدي ازاي ادرك الحاجات اللي متعلق بيها والحاجات اللي انا بحبها فعلا، والحاجات اللي بحبها دي هتلاقي اللي هي الفطره، هتلاقي فيها ان انت مهمه فعلا بالنسبه لك، مهمه بالنسبه لك فعلا. فبتدي تشيل الحاجات اللي ايه اللي فيها اتاتشمنتس، وتشيل الحاجات اللي فيها فوضى، تشيلها خالص وتحافظ على اقل حاجات، هتلاقي نفسك توصل لحاجه مهمه جدا، هتوصل لمعنى مهم جدا وهو معنى الغنى. الانسان اللي يدرك الغنى هو انسان ادرك في نفسه الاول البساطه، فأدرك الغنى في نفسه، فأدرك الغنى في دماغه، أدرك الغنى في جسده. خليني أقول لكم على حاجة، ممكن لما الطفل يتولد، طفل لسه مولود يعني من غير هدوم عريان تماما، لو جيت عرضته للبيع في ناس هتشتريه ولا لا؟ في ناس هتشتريه؟ طبعا في ناس هتشتريه، في ناس نفسها في ده، هو عريان يعني، هو لا اتعلم ولا بتاع، في ناس هتاخده، في ناس نفسها في ده. فانت اصلا بالفطره غني، انت اصلا غني يعني، انت يعني الانسان وهو اصلا من غير هدوم خالص اصلا ربنا خلقه غني، غني بدماغه، غني بروحه، غني بحركته، غني بجسمه، غني بشعره، بعينيه، كل ده بشكل اشكال الغنى. فانت لما بتدرك البساطه اصلا فيك والبساطه الفكريه، وتلاقي ان كل حاجه از ايزي، ان ربنا خلق الحاجة في الكون، الكون ايزي على فكرة يعني، الهواء بيتحرك ايزي، حتى الرزق بيتحرك ايزي، ما
بس احنا اللي بعض الاحيان بنعقد الدنيا. ايه اللي بيعقد الدنيا بقى؟ المشاعر الناحيه الثانيه اللي احنا قلنا عليها بقى، الكومبلكستي والحقد والكره والتطرف والتطرف الفكري، يبتدي بقى ان نعقد الدنيا، ولا وانا هعمل لك مش عارف ايه، وانت لازم تعدي على الاستاذ مين الاول عشان تدفعه له الاول. يعني هنا بقى تيجي النفس البشريه تخش تعقد الدنيا وتعقد البروسيس وتعقد، يعني الدنيا ايزي. بس خليني اقول حاجه بقى تانية، هو مع ان انت ممكن تبقى عايش نفرض في مجتمع مش ايزي، نفرض مش ايزي بالنسبه للمنظور بعض الناس هو مش ايزي، ولكن بسبب انت مخك الوعي بتاعك بتفكر مبدا ان هو ايزي، او مخك سيمبل، فتلاقي الوعي بتاعك ده يبتدي يغير يخليك كل حاجه سيمبل. هديكم مثال، وده انا بقوله على طول، يعني بعد احيانا بقى ماشي على الدائري وتلاقي ممكن واحد تاني ماشي بعربيه عاديه جنبي، وتلاقي هو بيمشي الطريق مليان مطبات، انا بقى عامل شاطر بحاول اهرب المطب ده، اجي لابس المطب ده كان اللي هو مفيش احسن من كده، وبقى خلاص انا لبست بقى اروح الناحيه التانيه اجي لابس واحد تاني يعني، وبعدين اتعكنن بقى اقول انا عايز اخرج بقى من المطبات دي خالص، اجي لابس واحد تالت، وبعدين في الاخر دي واخد واحد بالعرض بقى وتيجي طاير في هنا النقطة ايه؟ لو انا بنشن على المطبات مش هعمل احسن من كده، لو انا فعلا عايز انشن على المطبات مش هعمل احسن من كده، وفي واحد تاني جنبي ما بيلبسش ولا واحد فيهم. وهي النقطة ان الايزي موجود جنبه الصعب على فكرة، وعشان كده ربنا قال ايه؟ ان مع العسر يسرا، فاهم؟ ان مع العسر. وعلى فكرة الآية دي فيها حاجة غريبة، ان هي اتقالت مرتين، ربنا قال ايه؟ قال فان مع العسر يسرا، وبعديها قال ان مع العسر يسر. يعني لا مش نفسي، قال فان الفه بتفيد التتاوي، السرعه وراحه، وقال فان مع العسر يسر، وان مع العسر اتقال مرتين. مفيش، انا ما شفتش ايه في القران بتتكرر مرتين بنفس المعنى. بيقول اللي هو هنا تكرار في اللغه العربيه للتوكيد، يعني دايما it is simple and easy، انت لازم بس تشوف ان هي simple and easy هتلاقيها simple and easy، فهم؟ بس مش محتاجه منك غير انك بس تقول هي سيمبل اند ايزي، وهتلاقي كل حاجه سيمبل اند ايزي. وبرده وانا كنت بحضر المحاضره دي لقيت ايه، انا بحب دايما ايه اشوف نظرات الاديان المختلفه للموضوع، فلقيت في احد الكوتس برده كان كاتبها، وفعلا كانت كوت جميله جدا، انا كاتبها قسيس مسيحي ايطالي اسمه افتكر لكم اسمه، انا كاتب اسمه. المهم قال ايه بقى؟ قال جمله جميله جدا، هو كان بيقول ان God doesn't have goodness، يعني ربنا مش معاه حاجات حلوه، يعني doesn't have goodness but God is goodness، فاهم قصدي؟ هو وهو جاي المبنى جاب المعنى ده منين؟ لانه قال ان لو God have goodness يعني God عنده شكل، يبقى اصبح ليه شكل. وGod is، وهو قال ايه برضه؟ قال God is infinity من simplicity، وحاجه ما لا نهايه من البساطه، ما ينفعش يكون ليها شكل. فهو عشان كده قال God doesn't have goodness، قال God is simply goodness، هو اصلا هو كل شيء حلو، يعني ربنا مش معاه حاجات حلوه، او هو معاه حاجات تخليه حلو، لانه لو معاه حاجات تخليه حلو اصبح ليه شكل، وهو ما ينفعش يكون له شكل، انه هو البساطه المتناهيه، والحاجه البساطه المتناهيه ما ينفعش يكون ليها شكل. وهو من هنا بيقول ان ربنا ملوش شكل، لان ربنا هو البساطه اصلا في الكون. ويجي ربنا في القرآن بيقول إيه؟ إن الله أراد بكم اليسر وليس العسر. فدايما انت هتلاقي إن إحنا عندنا ربنا عايز لنا السيمبلستي مش الكومبلكستي دايما، وهتلاقي دايما كل حاجة إيه؟ المفروض إن هي بتفلو. لو أنت لقيت نفسك مش بتفلو تبقى أنت بقيت هنا بقيت في الناحية دي، وانت بقى اللي بتختار على فكرة، يا اما اعصابك.
انت اللي بتختار بقى، يا اما تبقى نعم. عايز تشوفها؟ ماشي اوكي سوري. انه انت اللي بتختار وبتتحكم في حياتك، انت تبقى الناحيه دي او الناحيه دي. وعلى فكره في نقطه مهمه، ان الناحيه دي او الناحيه دي انت اللي بتحط القوانين، يعني انت اللي بتقول الكون يتحرك معاك ازاي، انت اللي بتقول الانرجي تفولو معاك ازاي، ان مخك الكونشسنس بتاعك الوعي بتاعك هو اللي بيحرك بيساهم في تحرك الحاجات اللي حواليك. على الاقل على الاقل هنتكلم بشكل على مستوى الحواس، مستوى الجسد، ان انت لما بتلاقي نفسك بتفكر بشكل بتدور على فرصه معينه، بتلاقي بعض الاحيان تلاقي مخك والحواس بتاعتك بتدي تلقط اي شيء في الفرصه دي. كم واحد مثلا بيدور مثلا على كورس انجليش او كورس معين، يلاقي مره واحده الدنيا اتملت كورسات، يعني كورسات في الحاجه دي. حد لاحظ حاجه زي كده؟ القصه ان كما ان في حد بيطلع لك الحاجات دي اصلا والاعلانات دي، وانت ممكن تبقى شبه متاكد ان هي ما كانتش موجوده اصلا قبل كده، عمرها ما ظهرت في حياتك غير لما بدات تهتم بهذا الشيء، تركيزك وانتباهك. فهنا في نقطه مهمه، ان في جزء منه ان انت بتبتدي تلاحظ، ممكن ما تكونش بتلاحظه قبل كده، وفي جزء منه ان انت في جزء كانك الكون بيقدمه لك كانه بيفلو انت عايز ده، انا هدي لك ده، هو في سكه هنا وفي سكه هنا وفي سكه هنا، فانت مش محتاج بس غير ان ايه، ان انت تفكر انت عايز ايه وهو هيجي لك. واللي احنا قلناها ايه، ان نعم ايوه بالظبط، على حسب سلبي او ايجابي. عشان كده السلبيه بتاخدنا، قلنا اول حاجه قلنا عليها المرض، يعني ممكن في بعض الاحيان الناس تجيب لنفسها المرض، هو اللي بيقعد يفكر بشكل سلبي يجيب لنفسه المرض. لما بتوصل للفكر السمبلسيتي، ساعة كم؟ احنا لحد ساعة كم؟ 8؟ 8. لما توصل للفكر بتاع السمبلسيتي هتلاقي نفسك توصل بسهولة. على فكرة هتلاقي نفسك ان حياتك ومعيشتك مش محتاجة اصلا تكاليف كتير عشان تعيشها، ومش محتاجة ريكويرمنتس كتير او متطلبات كتير عشان توصل للسعادة. اصلا السعادة انت هتلاقيها اصلا بالفطرة جواك، وهتلاقي انك توصل لصحة جيدة، انت هتلاقي حاجات بسيطة قوي، توصل لأسرة سعيدة حاجات بسيطة قوي، لان انت بتبتدي تقلل كل الاتاتشمنتس الحاجات دي. انت بتدرك لما تلاقي في قلبك بيتعلق بشيء وتحس ان هو دي اللي هو نقدر نسميه حب الدنيا، تلاقي انت تروح لحب الدنيا بالزياده، تلاقي ده اللي هو ده اللي هي دي النقطه اللي تتخنق منها. على فكره لما تلاقي في نقطه فيها حب الدنيا، هي دي النقطه اللي انت تتخنق منها. هو انا نبتدي عايزين نوصل للانر بيس، الانر بيس اللي هو، يعني انا كنت من فتره بفكر كده، يعني ان الانسان يوصل لقمه الانر بيس اذا او السلام الداخلي، اذا ان هو بقى مع نفسه، آمن مع نفسه في مولده ماشي، وآمن مع نفسه في مماته. يعني ايه؟ يعني انت بتبقى in peace with the birth، يعني انت in peace بالحياة، بمعنى الحياة، و in peace حتى في المعنى اللي بعد الحياة. اذا انت وصلت ان انت تلاقي نفسك بقيت متسامح ومتسالم مع فكرة الحياة، ان واحد ما يقول ايه يا عم العيشة واللي عايشينها مش عارف ايه، فاهم قصدي؟ ده مش في اللحظه دي هو مش متسامح مع الحياه بتاعته ومش مسالم معاها. وواحد تاني يجي يقول ايه، لا الموت، انا بخاف من الموت، انا مش عايز اموت، انا الموت هياخدني لمشاكل كتير. فلو انت قدرت توصل للمعادله ان انت تبقى في حاله سلام مع فكره المعيشه والحياه، وتبقى توصل لفكره سلام مع فكره الممات، وان الاثنين بالنسبه لك هتلاقي، وتلاقي معنى الحياه في الموت، وتلاقي الموت في الحياة، تلاقي الاثنين في بعض، ما تلاقي الاثنين في بعض، دي قمة الانر بيس. على فكرة ان انت اصلا مخلوق، ربنا خلقه عشان يعيش ابدا، والموت ما هو الا اصلا بوابة لحياة تانية. فانت ما تلاقي بقى الحياة، يعني تلاقي الموت هو اصلا في حياة، ان انت حياة تانية، وبعدين تبقى في حالة سلام مع الموت اللي حواليك. لما حد بيموت حواليك انت اصلا بتدعي له، وبتعرف ان هو كمان ده الخير ليه وده الاحسن ليه في التوقيت ده، حتى لو هو حد قريب منك.
بتدعي له بدل ما بتبكي. وتلاقي جزء من البكاء على فكرة جزء منه كتير من فقدان ناس لبعض الناس بيبقى سببه attachment، تعلق. كنت من كام يوم كده بقلب بعض الاحيان بيبقى ميكس الاثنين مع بعض، حب مع اتاتشمنت. يعني في حب، ما هو اكيد في واحد فقد والده في مستوى من الحب، ولكن ممكن يبقى في جزء من اتاتشمنت عالي، ان هو كان بيعمل له سبورت في حاجه معينه، فهو فقد السبورت ده، فكان انا بقى في ديبندنسي اعتماديه، انا بقيت معتمد. عشان كده من الحاجات الثانيه عشان اوصل للسمبلستي اشوف الحاجات اللي فيها اعتماديه اشيلها، يبقى بشيل الحاجات اللي فيها فوضى واشيل الحاجات اللي فيها اعتماديه، بقى انا معتمد على نفسي، هنا هوصل للانر بيس. انما لو انا معتمد ان انا هروح الاقي فلان النهارده عامل لي كذا وكذا وكذا، ورحت لقيت فلان مش عامل كذا وكذا وكذا، هبتدي انا اوصل في حاله افقد الانر بيس بتاعي، خصوصا لو الاعتماديه دي اصلا في متطلباتي انا وطاقتي انا ومساحتي انا. ولازم اكون متسامح، يعني مثلا لو رحت مثلا لقيت والدتي مش عامله اكل النهارده، خلاص انا متسامح معاها، دي قوتها دي قدرها يعني. وكمان ده مش هيأثر، يعني ما خليش ان في تصرفات الاخرين تأثر في الانر بيس بتاعي. يعني لو انا دي برضو على فكره حته اتاتشمنت او ديبندنسي او نقدر نقول حتى فيها ممكن يبقى نقطه ضعف، ان انا لما بعرف نقطه ضعف انك بتتضايق مثلا، لما مثلا بقى معاك تصرف معين يبقى عرفت نقطه ضعف، انا احب اضايقك هعمله لك، وتلاقي وتبان قوي في الاطفال الصغيرين، اتنين اخوات بعارف ان اخوه بيضايق مثلا لما بيروح يتكتك بالقلم، فقلت له النهار بقى في الشقه يجري تك 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 تك. صح، فاهم؟ هو عارف نقطه ضعف، وهو التاني الحل بسيط، وتلاقي التاني يقعد يجري وراه عايز يضربه، ما هو الحل بسيط خالص، يعني هو لما يتكتك اقعد ساكت بس.